قبل ما اطلع الفاصل عايز اوريكم كيف يزرع الاهلي الحماس والثقه في لعبته. فحاجه يعني هو الاهلي بيجيد دي، يعني بيجيد اولا بيجيد صناعه نجومه ويعززهم جدا ويكبرهم جدا ويحولهم للسوبر ستارز. فعمل ده مع مروان عطيه، جاب مروان عطيه ونزل صورته وهو كسبان بطولات والجمهور وراه، ونزل صورته وهو طفل لابس فانيله النادي الاهلي وهو صغير عشان خاطر يزرع جواه ثقته في نفسه وفي ناديه وثقه الجمهور فيه من غير ما تدرى. انت بتشرب الثقه دي كجمهور من غير ما تاخد بالك، الاهلي بيشربها لك كده زي ايه لما بتشرب حاجه صفرة، عارف لما واحد يقول لك بيشربك حاجه صفرة، فالاهلي بيشربك الفكره دي زي الحاجه الصفرة كده من غير ما تاخد بالك. فحط صوره الحقيقه لمروان عطيه على البيج بتاعته النادي الاهلي، وحط صوره كمان لمروان وهو كبير ولابس قميص النادي الاهلي وكسبان بطولات والجمهور في ظهره وبينور النور وسعيد بيه، وقال لك انه مروان عطيه اهلاوي طول عمره واهلاوي طول الوقت. الترجي التونسي كان عنده امل وقدم استئناف على قرار رفض لعب المباراه الاهلي بجمهور وعقوبته انها تتلعب مباراتين بدون جمهور، قدم استئناف وبيحاول يجري فيه. والفكره اللي عند كمال زعيم نجم الترجي الاسبق اللي كان معانا دلوقتي على التليفون اللي بيقول لك انه دي مباراه كبيره ومهمه بالنسبه لنا، ازاي نلعبها بدون جمهور وان احنا اتظلمنا جدا. هو الفكره ده راسخ عندهم، عارفين قيمه الجمهور في الماتشات الكبيره، ده انت بتقابل الغول بتاع افريقيا كمان، يعني ماتش مش سهل، يعني انت بتعول اساسا على الجمهور في جزء كبير جدا من الماتش اللي بتلعبه على ارضك. علشان كده لما كنا بنقول تأثير الجمهور الإيجابي جدا مع النادي الأهلي في ماتش الهلال وبعد كده الرجاء ثم إن شاء الله الترجي 50,000 بتوصل لستين وسبعين ألف، دي مسألة مش سهلة وإيجابية، ولازم الجمهور بتاعنا يبقى فاهم كويس جدا إن هو ليه دور إيجابي جدا 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 مع الأهلي لغاية ما يكسب الكاس. مفيش تجاوز، مفيش مشاكل، لازم يبقى الجمهور فاهم كده إن هو لا يقل دوره عن دور مثلا مروان عطية ولا عن دور علي معلول. يعني الجمهور ده عامل زي علي معلول كده في الاهلي، ينفع الاهلي يستغنى عن علي معلول قدام الترجي او يستغنى عن مروان عطيه او يستغنى عن محمد عبد المنعم او عن الشناوي او عن هاني او عن كهربا او عن شريف عن اي لعيب من النجوم بتاعته؟ لا. فالجمهور نفس الكلام، نفس القدر ده وتاثيره وايجابيه تاثيره وجود زي كولر كده في الملعب، في حاجات ثوابت. فلازم جمهور الاهلي طبعا هو ملتزم الحمد لله جمهور الاهلي جدا، فلازم يبقى فاهم ويستمر هذا الالتزام في كل الماتشات اللي جايه باذن الله. فمصدر من نادي الترجي لما سئل على هذا الامر انه هو هل رد عليه الاتحاد الافريقي ولا لا في كورا بلس، قال لم يصل لنادي الترجي التونسي اي خطاب او مستند من الاتحاد الافريقي اللي هو الكاف يعني بشان قرار ايقاف عقوبه الحرمان من الجماهير، نحن بننتظر الرد. هم عاملين يزنوا، هم عايزين، ده مصدر طبعا من الترجي كورا بلس، هم بيقولوا ان هم بيزنوا جدا على الفكره دي لغاية ما يشوفوا لها حل، عشان هم طبعا صعب خلاص المباراة هتتلعب بدون جمهور. نطلع فاصل؟ طيب نطلع فاصل. عايز اقول لكم بس انه مباراة انتر ميلان والميلان، يعني اسي ميلان وانتر ميلان، خلصت 2-0 في اول ربع ساعة. الانتر ميلان جاب جولين، المباراة خلصت 2-0 لصالح انتر ميلان واصبح اقرب للتأهل. هيواجه الكسبان من ريال مدريد ومانشستر سيتي، امبارح اتعادلوا 1-1 في سانتياغو برنابيو، ماتش العودة هيكون في ملعب الاتحاد الاسبوع الجاي يوم الاربعاء الجاي بتاع الريال، هيكسب ان شاء الله مع مانشستر سيتي. الريال بره ما بيفرقش معاه بره وجوه الكلام الصغير ده. انتر ميلان النهارده كسب اي سي ميلان، كان وحش قوي اي سي ميلان بصراحة يعني. وفي السانسيرو هو ده الملعب اللي هتلعب عليه المباراتين في قلب ميلانو، مدينة ميلانوس في السانسيرو، والماتش الجاي هيكون يوم الثلاث بإذن الله، والريال مع المانشستر سيتي هيكون يوم الأربعاء. خلوني بقى أطلع فاصل، بس أنا عايز أطلع الفاصل، قبل ما أطلع الفاصل أنا عايز أسمع تعالى نكسب أفريقيا، ولازم دي تقدم للاعيبة النادي الأهلي ويسمعوها، والجمهور النادي الاهلي وللجهاز الفني بتاع النادي الاهلي وكل الناس. عايزك تعلي يا ابني جدا، لازم تفهم تارجتك دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي لما بيوصل فاينل كانه خرج من الدور الاولاني لو خسرها، مفيش هزار،
لازم تسعى وتبقى انطلاقتك من مباراه الترجي للفوز بكاس افريقيا. اسيبكم تعالوا كلنا نساند وندعم الفوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا.